من أجل لكنتك الغريبة. أيوة. بعشرين دينار. ليه يا عم؟ ليه؟ ما بكل حتة بيبقى بسبعة درانير. انصر وراء الجبل هناك الصبيان قاعدة وفرشين وكل حاجة بقى اللي انت عايزه بقى. كذلك وسفوريا من اللي هي الصغيرة دي، عارفها سفوريا؟ وحاجات الغاز كده بيدوها كده. لازم انت تتهود عشان قدر تجر رجل زبون. فعلها خزاعة وضرب الأسعار في السوق. واللات والعزى يا خزاعة، لن أدعك تمر مرور الكرام بفعلتك هذه. يا ويلك مني يا خزاعة. أمين ولا إيه يا عم الحاج؟ خذ. أمين هو لك. امزقش يا عم الحاج. ولكن أعلم أنك قد خدعتني. أيوة. فقد دللتك على ما تريد ولم تعطيني دينار. أنا اللمبي صيعن، أنا اللمبي صيعن. ده كده اتنين خمسة كده يبقى سبعة، سبعة تنانير. السلام عليكم. امتى مساء يا ايها اللمبي؟ يا ابن الجنيه ده انت بص هيساعدوك في الدور الجاي، هتبقى هيدوك دور جامد قوي من مصر. بس انت بكلم المخرج عليا. ها هي السنجه، السيوف، السيف والبطار. السيف والبطار. فين الكاميرات يا ابني؟ الكاميرات فين؟ امسك الحته دي ولا انا اخد انا الزاويه؟ اهلا اهلا، احنا نهارنا فل باين. بقولك يا قطه النبي، ما تعرفيش فين الديكور بتاع سوق الجواري؟ تسأل عن سوق الجواري وصاحبات الرايات الحمر موجودات؟ رايات حمر؟ انت بتاعت حمام؟ انا كليبه. ايه كليبه دي؟ مفرد كلب دي ولا ايه؟ اجمل نساء قريش. يا بنت ايه ده؟ انت بص ده انت عايشه عايشه الشخصيه مفيش بعد كده. بس انا عايز اعرف انتوا شغالين ليل ونهار كده؟ مفيش ستوب، مفيش بريك، والحسنه رايحه جايه، والعبيد عاملين يتضربوا. ده المخرج ده جامد عظيم، ده عباس العقاد ده. ها عباس العقاد ده شغل العظيم الثقيل ده بتاع عباس العقاد. ها؟ لا افهم ما تقول، ما هذه اللغوه؟ تعال هيا بنا ساروي لك حكاية في الداخل. في الداخل؟ تعال بنت ليه حافظة الدور؟ الديكور ده، الديكور ده حلو قوي. اقترب. مين اللي عمل الديكور ده؟ اجلس هنا. بس الحكايات هيبقى جاي دلوقتي. بس بصراحة بقى أنت عارف اللي عجبني في الموضوع ده كله والتخطيط ده المهندس الديكور. مهندس الديكور فظيع. ما رأيك هذه خيمتي؟ أيوة يا زمن الفن الجميل. هذه ليلتي أم كلثوم، هذه خيمتي وحلم حلولي. هو ده زمن. أعني أن هذه الخيمة هي لإسعاد الرجال وإمتاعهم. زاد فن، زاد فن. لا تقلق بمبلغ زهيد. زاد فن، زاد فن. إنها للرجال الأقوياء، الأقوياء مثلك من سادة قريش. يعني أنا شايف إنه كل ما قابل حد يقول قريش قريش، فهي دي مكررة في السيناريو كتير يعني. يعني الأستاذ عباس العقاد ليه مصر على كلمة قريش؟ يبدو أنك غريب ومن قبيلة غريبة وتقول كلاما عجيبا، لكن نحن في قريش. لا والنبي قريش؟ المفتاح يبقى المفتاح والباب اللي يبقى ده بجد بقى، يبقى انت قريش بجد. قريش بجد يعني
يعني دلوقتي احنا قاعدين كده ممكن ابو لهب يخش علينا؟ ربما جائز. والنبي كريش يا نهار اسود وليل كموج البحر ارخى سدوله. يا عم اقعد لنا بقى في حته بقى هتقعد ارخى بالقولو. وده شاعر بجد ولا ايه؟ هذا شاعر قريش. شاعر قريش برضك؟ اتفضل قول يا زميل. علي بانواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصلبه ايوه واردف اعجازا وناء بكلكلي. الا ايها الليل الطويل، الا انجلي حلاوتك. هو ده بقى بصبح وما الاصباح الا بامثلي. بخن بخن شعر جميل. بخن بخن جميل. هنا ودول اللي هناك دول كمان دول انهم يقامرون. ساتي لك بالنبيذ المعصق. هنا لا شيء. هنا لا شيء. خذ. هنا لا شيء. انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتقامر. تتقامروا؟ طب بقول لك ايه، وحياته ولدك، يعني هو احنا هنا فين؟ يعني اصل انا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين، احنا بدل من قبيله قريش، يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم نحن في قريش. لو النبي نحن من سادة قريش. طب لحظة واحدة كده. ده احنا فعلا في قريش؟ نعم. طب حياة ابوك، طب انا اروح من هنا سوق الجوار ازاي؟ انه بعيد وتحتاج الى دابة مثل حماري الذي هو بالخارج. يا راجل حماري اللي هو بالخارج وعملت تتصيد وتقول لي سيدة قريش؟ انا سيدة قريش. في الاخر عندك حتة حمار موجود برا وسادة ومش سادة. طب ادوكوا ايه؟ لما تيجوا نلعب لعبة كده اعلمها لكم. تفضل. ايوه امسك هذا السيف وهذيك نقودي. هذيك نقودي دي ها اسمها مولك. اسمها ايه؟ مولك. خلاص. ومن الناحية التانية اسمها ايه؟ كتابة. أيوة. يبقى دي ايه؟ مولك. ها مولك. دي ايه؟ مولك. ودي كتابة. كتابة. حلوة. وانا هبقى حاطين فوق واغنيها وانت تعرف تقول لي اذا كانت ملك ولا كتابة. اتفقنا؟ اهو. هوبا. انت تقول ايه؟ مولك. اذا انا كتابة. انت تكسب وانت تخسر عشان انت قلت ملك وهو خد كتابة. انا اريد ان اكسب انا ايضا. عايز تكسب؟ طيب انا هحط الدرارير كلها رهان. نلعب على رهان بقى. خلاص. وصاد الحمار بتاعك اللي بره. موافق. فاللي وافق انت؟ موافق. خلاص. موافق. هتديني الحمار؟ موافق. اللي بره ولا انت؟ موافق. خلاص ماشي. يلا يا عم انت هتختار ايه؟ مولك. مولك. خلاص. وانا هختار الكتابة. خلاص مولك وكتابة. وهو حتى الحمار بتاعه بره عشان خاطر هو هيتراهن مقامرة وانا اروح حاطط الفلوس كلها. هو يكسب او انا اكسب. ماشي. هو قال مالك. ماشي. اهو. ده هو الثعبان الطائر ده. انت كنت ميزه ملك. يا وحي يا وحي. انها كتابه. لقد كسبت الحمار. هيا اركب عليه الحمار. مسد. ماذا تفعل يا رجل؟ إنه ليس حماري بالخارج. يا راجل يا ده مش الحمار وقاعد معنا؟ وانا عمال برضك اقول في حمار بيتكلم مش واخد بالي. هاتني سيفي. هات السيف. ايوه الحمار. هيا ايوه. اتبعني. انا هو هذا هو حماري. ايوه. فين هو ده؟ عامل كم كيلو ده؟ ماشي كتير ولا ايه؟
تفضل تصحبك السلام. تصحبك اللعنة. هيا 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 يا الحمار الكافر. من هنا من هنا كده 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 يا عم الحمار كده قلنا يمين يمين تاني. يلا لقد وصلنا الى ملمى البصل. ها هدى يلا ها شمال بقى شمال بقى شمال من هنا كده شمال من هنا. انت حمار خش يا شمال كده على طول يلا. ايوه السلام عليكم يا كوم. مع السلام عليكم. ايه السلام عليكم. اليكم طرة مزاج اليوم جارية بطة بطة تنعدر من سلالة عريقة. من سيفتح المزاج؟ 100 دينار. 100 دينار. 120 دينار. 120 دينار. 135 دينار. 135 دينار. 15 دينار. 15 دينار. أنا أقول 135 دينار وأنت تقول 15 دينار. أنت بتتكلم على ماذا تتحدثون؟ لماذا تبيعون؟ على هذه الجارية الجميلة. أيوة إذن 500 دينار. 500 دينار. حقا يا سيدي 500 دينار. و15. أيوة دي ست بان عليها بان عليها بنتنات و ومياهات فيه بان عليها بنتنات ومش رشة ولا أي حاجة. إنها ترقص وتمرح وتطبل وتؤدي لك كل شيء. حمدا للآلهة أنا لا أصدق عيناي. 500 دينار في ابنة أخي. صدق إنك راجل واطي قوي. في حد أنت دي بنت أخوك دي؟ أجل بنت أخي. أجل ومش مكسوف؟ من أي عائلة واطية حاضر أنت؟ إنني هريسة من بني مهروس. هريسة يخرب بيتك، ده أنت عرفنا في وسط الكفار. هل سيزيد أحدكم على 500 دينار؟ أبونا إذن حلال لك. لا خلاص خلاص ما تعيطيش بقى خلاص. انا مش انا بصي انا هشتريكي وهسيبك تفرحي خلاص ماشي. انت اسمك ايه؟ هند. اسمك ايه؟ هند. طب بصي يا هنوده انا روحي ذهبي فانت فرحانه فانت ايه عطلانه فانت ايه حره انت حره. شكرا لك لقد انقذت حياتي. امال ايه؟ انا مدينه لك بحياتي يا سيد. يا ذنبي يا سيد لمبي. ايوه. من اي قبيله انت يا سيد لمبي؟ أيوة. لاحرر لك الصخ. صخ ايه صخ ده؟ الصخ. هذا الرجل من بني الحارس وهذا الرجل من بني النعمان وهذا الرجل من بني المنذر وانت من بني سويف. اتقصد انك لست من اي عشيره؟ إذا أنت لست من السادة. يا عم سادة إيه وبحليب إيه؟ مش ناقصة وجع دماغ بقى. صادروا ممتلكاته وحماره وسيفه وخذوه مع العبيد. أوعى يا عم الحاج أوعى أوعى ده أنا أخذ لكم هبل بتاعكم ده أنا اللي